خط للملاحة النهرية بين العراق وإيران. ينتظر التدشين قريبا لنقل زائري العتبات الدينية والسائحين من كلا البلدين عبر مياه شط العرب. المشروع يهدف إلى تنشيط حركة التاكسي النهري عبر نقل المسافرين بين موانئ خرم شهر ورصيف العشار، فضلا عن تخفيف الزحام على المنافذ الحدودية البرية في أوقات الزيارات. في الأيام القادمة نستعد الحقيقة لفتح منفذ جديد بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستقبال الزوار من إيران إلى العراق الذين يودون إجراء يعني الزيارات المباركة. وسبق اتفاق إيران والعراق لنقل المسافرين عبر شط العرب، شروعهما بتنفيذ خط لسكك الحديد يربط البلدين على الرغم من تحذيرات أطلقها مختصون لإضراره بموانئ البلاد. اتسعى طهران إلى ربط أراضيها في مجالي الشحن والنقل بالبحر المتوسط عبر العراق، بينما تؤكد بغداد أن غايتها لا تتعدى نقل المسافرين مع جارتها الشرقية. حتى مع التبرير الإيراني العراقي من أنه مجرد لنقل أشخاص، لأنه بالنتيجة لا أحد يستطيع منع من أن يتحول إلى نقل بضائع وغيره، وهذا بالحقيقة راح يلغي مشاريع أخرى يعول عليها العراق. فالعلاقات مع الجانب الإيراني هي على حساب الوضع الاقتصادي في العراق. ويبدو أن هذا التوازن مفقود في ميزان العلاقات العراقية الإيرانية، فكافة المصالح تميل إلى طهران على حساب بغداد سياسية واقتصادية. ميزان العلاقات بين العراق وإيران هو يميل لصالح إيران، وهذا طبعا على المدى الطويل ليس في صالح يعني العراق، حتى وهذا أيضا يؤثر على علاقتنا بدول أخرى سلبا أيضا بسبب ربما يعني تفوق إيران من هذه الناحية. وفي آخر إحصائية رسمية، فإن صادرات إيران إلى العراق بلغت 12 مليار دولار سنويا بواقع 2200 سلعة تتدفق إلى الأسواق المحلية، وهذه الأرقام يستثنى منها صادرات الكهرباء والغاز المستوردة بمليارات الدولارات. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.